الأدب، لأنه لو كن اتحاد كرة القدم في الأحداث السابقة واللي حصلت قبل كده تم اتخاذ فيها عقوبات ما كناش وصلنا. لكن خلينا اقول هو دونجا برضه يعني هو بيف خلينا ما فكرش في الحاجات دي كلها يا استاذ ايمن اللي انتوا بتتكلموا فيها. نعم. هو نزل ومن خلال لا بص الحد يعني الحاجة ممكن الشده تكون الشده ده مش لعيب دولي لا طبعا. الشده وارده واخد بالك إيه انك تحصل كلاش بينك وبين حد في المدرج او في حد في مع المنظمين عادي، لكن اللي احنا بنعيب عليه وده اللي اشار ليه الاستاذ رضوان هو عدم احتواء الازمه وعدم وجود رؤيه ثاقبه عند اداره نادي الزمالك. زي ما قال الاستاذ رضوان كان الموضوع من السهل جدا احتواءه وحله داخل الملعب قبل الخروج من الاستاد، ولكن المعلومات اللي عندي وده من خلال بعض الاتصالات مع بعض الاصدقاء والزملاء وبعض الاشقاء في الامارات، يعني القضية كلها انه نادي الزمالك هو اللي صعب المهمة على نفسه، بدليل انه هو لما كان حتى علمت انه مدير النادي حب ياخد مسؤول نادي الزمالك الاستاذ حسين لبيب وبعض الاعضاء ويجلسوا في الغرفة في المكتب عنده مدير نادي الوحدة ويتكلموا معاه ويهدوا الموضوع ويعملوا شكل الاعتذار والمصالحة. هما الذين أصروا على تصعيد الأمر وعدم التهاون وإن احنا لازم نروح الاسم ونعمل محضر. دي مفاجأة دي مفاجأة. وهم اللي راحوا ولدرجة إنه على حسب الرواية اللي حكاها الصديق يعني اللي هو ده إنهم سابوا العربيات ما ركبوش ما راحوش حتى الاسم الشرطة في عربياتهم اللي هي مخليها لهم من اللجنة المنظمة اللي مخصصة ليهم يتحرك بيها. ركبوا عربية الشرطة راحوا في البوكس كابتن حسين لبيب ركب عربية الشرطة مع اللعيبة وراحوا مفاجأة ده صدمة يعني أنا شايف إنه وبعدين التحركات والكلام ده كان لازم يتم بدري، وبعدين اللعيبة ما باتوش أول يوم في الاسم روحوا وباتوا مع اللعيبة وقالوا لهم تاني يوم هنيجي نستكمل التحقيقات، وراحوا تاني يوم وبعد تفريغ الكاميرات تم احتجازهم واحتجاز عبد الواحد. انا كانت مفاجاه ليا كابتن عبد الواحد لان هو لا يمكن لو هم ما كانوش راحوا الاسم كان الموضوع اتلم. انت رفضت تروح تجلس في مكتب المدير النادي وتحتل الازمه وتعتذر للموظف المسؤول. ولعلمك القضيه هناك ثلاث محاضر محررة ليهم للعبة الزمالك وعبد الواحد، وعبد الواحد هو الشرارة التي أطلق هو من فجر الشرارة. دونجا كان في شد لكن من بادر بالاعتداء هو عبد الواحد السيد. لكن أنا عاوز أقول إن هناك ثلاث محاضر في اعتداء على اللي هو المنظم المسؤول الأمني في نادي الوحدة، وفي اعتداء على اثنين من الشرطة الإماراتية منهم واحد الشرطة الإماراتية أفراد شرطة إماراتية، وده حق الدولة. وأنا شايف إنه الإمارات يعني ناس طيبين جدا، ناس بيرحبوا بينا جدا، بنشعر فيها إن احنا في بلدك طبعا. كل الاحتفالات هم نفس مسؤول الزمالك قالوا كده يعني أنت معها. ليه بتصعد الأمور على نفسك وبتوصلها لهذه الدرجة؟ طب يعني البيان ده يحل أمور؟ أنا أعتقد إنه بص معاك البيان أخر. البيان أنت طلعت كل الحاجات اللي كان لازم تبادر بيها من أول لحظة. البيان متأخر جدا لأنه الموضوع زي ما بقوله دخل في سكة محضر شرطة والنيابة وقضاء. انت دلوقتي الدرجة المتبقية ليك هي القضاء، وبرضه اعتقد انه بضغوط او مش بضغوط يعني بتسريع من وساطة معينة في الامارات تم تحديد جلسة مستعجلة سريعة جدا للحكم في القضايا يعني لانها بقت قضية فالحكم فيها عشان ما يطولش الحجز يعني انا عشان ننهي الموضوع. لكن انا ما اخشى بكرة ان هم يتم صدور حكم قاسي شوية قاسي على اللعيبة بالحبس او والترحيل يا اما ترحيلهم مباشرة يعني هيطلعوا من اسم الشرطة على المطار يا اما هيقضي فترة الحكم اللي هيتخذ بكرة اسبوع
خمس ايام او يتم اكتفاء بالفتره اللي كانوا محتجزين فيها اليوم او الاثنين او ممكن تمتد لاكثر من ذلك وبعدها مباشره اليومين طيب. بيحتسبوا هل يعني الموقف اللي حصل ده ياثر على فريق الزمالك في لعبه في المباراه القادمه في عمليه تركيزه بالنسبه للعيبه؟ طبعا انا عايز بس اضيف حاجه برضو ودي يعني لمجلس اداره نادي الزمالك في كذا ازمه دايما الـ